وللمزيد مشاهدينا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق بعد التحية، كيف قرأت ما جاء في قمة البحرين وما صدر عنها من مخرجات تمحورت حول القضية الفلسطينية، أيضا العدوان على قطاع غزة تزامنا أيضا مع مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟ جميل، يعني كل هذه المفردات مع صورة الورود والظهور عندما تلقى على القيادات والزعامات في هذه القمة تظهر أنه يعني هذه قمة تصفير الأزمات، قمة السلام، قمة ضد شريعة الغاب وضد التنصل من الالتزامات الدولية، قمة السعي نحو صناعة الحياة. يعني هذه قمة نجد فيها ذلك الشكل الحضاري، وكيف أن القيادات العربية تمد أيديها بالسلام وتبغي الاستقرار وتريد الوقف الفوري لهذه الحرب وحل الدولتين، وتدعو لنشر قوات أممية ريثما يتحقق هذا الحل الدائم، نشر قوات أممية في فلسطين، لأن الإسرائيلي يعني الإسرائيليون يقتلون في غزة بسرعة ويقتلون في الضفة الغربية على مهل. أتصور أن العرب يريدون ذلك التعايش، السلام، الاستقرار، هم صناع الحياة والأمل والنماء. و يعني كما قال، جاء على لسان أنطونيو جوتيريش، قال إن هذا جرح مفتوح قد يسبب عدوى في جسد المنطقة. نعم، في هذا الصدد كان يعني دكتور هم يعرضون السلم والأمن الإقليميين بل هذا العالميين للانهيار. هذا ديدنهم يعني دكتور طارق. السؤال هنا، ما هي أوراق الضغط العربية الذي قد يعني يتم استخدامها في مرحلة لاحقة قد نجمت مثلا عن هذه القمة العربية؟ أوراق الضغط كثيرة تتمثل في يعني هذه القوة البشرية، الأوراق الاقتصادية، تلك الملاءة المالية. إذا العرب لهم ذلك الرصيد الضخم الاستراتيجي والعسكري في دول قوية بعينها، وأوراق اقتصادية، وحرص العالم كله على أن يجتذب هذه المنطقة في حرب الدائرة ما بين أوكرانيا وما بين روسيا. وأتصور أنه كلمة الرئيس السيسي كانت فارقة وقوية، وكانت يعني فيها تلك الرسائل المتمسكة. يعني الكلمة كانت فرقانا ما بين الحق والباطل، ما بين كما أوضح ما بين طريق السلام وطريق الخراب، وعلى المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته. وأتصور أنهم يعني هذه المراوغات وذلك التراجع لن تجدي ولن تأتي إلا بالخراب. كلمة السيد الرئيس أكدت أنه لم يسمح بتصفية القضية والتهجير. وهناك هناك مشهد مهم، مشهد توافد الناخبين في الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة، أكدت أن الشعب والمؤسسات الكل يثق في قيادته السياسية ثقة لا حدود لها، ويفوضها دستوريا قانونيا شعبيا، وأن لها كل السلطات الكاملة في اتخاذ ما يلزم لحفظ البلاد وأمن هذا الشعب متى شاءت وكيف شاءت وأينما شاءت وفق تقديراتها ومواءماتها. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا.